بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا من فلسطين من غزة نبارك لإخواننا في السعودية على الأداء الذين قدموه. هنيئا لكم، مبارك يا سعودي. جينا بكل مدينة، تحية السعودية، رفعت راسنا السعودية. نار، كل احترام وتقدير محمد شوقي. أول السعودية يا معلم. حلويات وزع كل البلد، كل البلد. ماريا مع ميسي روحوا لي للتاكسي. محمد شوقي نار. الأخضر باقي يا نزلت مختار، شوفي يا عيني، حيوا معانا الأخضر، حيوا ميسي بالجيبة. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. بعد فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، فرحة عامة في كل أنحاء فلسطين، توزيع الحلوى في كل شوارع فلسطين تحديدا في غزة. رغم الألم ورغم القهر، إنه إحنا قادرين نفرح وقادرين نساند وقادرين نشجع المنتخب السعودي وكل منتخباتنا العربية في كأس العالم المشرف، كأس العالم في قطر 2022، واجهة مشرفة لكل العرب. قبل ما نبدأ الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان يوصل صوت الفلسطينية لكل مكان في العالم. صوت الفلسطينية حيوصل لكل عربي، لكل وطني حر، لكل مسلم عربي حر غيور على هذه القضية الفلسطينية. خلينا نشوف ونتابع كيف طيبة قلب الفلسطينية وحبهم للوطن العربي وحبهم للمنتخب السعودي. خلونا نشوف. تحية السعودية، رفعت راسنا السعودية. نار، كل احترام وتقدير محمد شوقي. أول السعودية يا معلم. حلويات وزع كل البلد، كل البلد. وزع الحلويات السعودية. الأخضر الأول. ميسي بالجيبة. لك الشوة هذا يا السعودية. يعلم على الأرجنتيني، وينو ميسي؟ وينو دي ماريا؟ تاهوا في الزحام، إنها السعودية. أيوه. السعودية يا معلم. السعودية. مثل ما شفنا بيقول وزع الحلو على الكل، وزع الحلو على كل شوارع فلسطين، على كل شوارع غزة. فرحة الناس بغزة وفرحة الفلسطينية بأهلنا في السعودية مش جديد عليهم، فهم دايما بيفرحوا بفرح الوطن العربي والشعوب العربية المناضلة، بيفرحوا بفرح الشعوب العربية، بيفرحوا بفرح كل إنسان مسلم عربي غيور على هذه القضية الفلسطينية. حياتي لكم، كان معكم أخوكم صابر كلاب، انتظروني في فيديو جديد.